بلاكا واقفة منع الوقوف التوقف، المنال، الجي 5، يعقوب المنصور، القامرة، الوقاحة اللي وصلت هو من تماك لديور الجامع. كيف يعقل؟ واش من باب شال الكرون طاكسي ديور الجامع؟ هذا رامون كار كنعيشوه في الرباط، رامون كار اقسم بالله. عندي الربط بين المدن، نمشي الربط بين المدن، ما نربطش بين الدرب لازقة، ما نكونش مخالف. يعني فوضى سائدة على مستوى مدينة الرباط، النقل السري حدث ولا حرج. اجي هنا لزنقة يوغوسلافيا مع الثلاثة د العشية. الصنف الأول الطاكسيات الكبار اللي خاصهم يديو الناس للقرية ويديو لسميتو واقفين، يجلسون جلسة المتفرج على المواطن، والمواطن راه الصف كاين في العشية، جي شوف عاين الحالة كسلطة رابعة، وصلوا الصوت ديال المواطنين وديال ديال ديال الناس. هذا النقل يعني البارتنر كتهز 10 ديال الناس. والصنف الأول الطاكسي الكبير الدور ديالو شنو؟ هنا كاين الدور ديال رجال الأمن، واحد التوجيه كنوجهوا لرجال الأمن أنا هنايا. عنده سيارة عادية يصبح أنه يخطف فيها البلايص ويعني وما كاينش يعني اش نقول لك يعني واحد السيبه كاينه يعني فيما يخص هذا النقل هذا. هذه من جهه استاذ، وكيف يعقل ان محمد نويني الكاتب المحلي لفرع سيارات الاجره الصغيره بالرباط المنضوي تحت لواء النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين، مشكورين اشواق، مشكورين جميع الجرائد الالكترونيه اللي كيوصلوا الصوت ديالنا، صراحه سلطه رابعه. فعلاقة بالموضوع بالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية اللي تأجلت الحمد لله نظرا للمنادات علينا من طرف الجهة الوصية في شخص يعني كان واحد الاجتماع في مع السيد رئيس القسم، والحمد لله يعني كان واحد النقاش مستفيض حول ما آلت إليه الأوضاع المهنية لقطاع سيارات الأجرة الصين في الثاني. وصراحة المسؤول تفهم الوضع، يعني المدينة ديال الرباط يعني أصبحت يعني تنظيم النقل، عدم تنظيم النقل داخل مجال التراب المدينة الرباط هو الذي جعل الاحتقان ديال قطاع سيارات الأجرة أو سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني داخل المجال الترابي لمدينة الرباط. فبناء على ذلك أننا عندنا واحد المحضر اجتماع كنتوفروا عليه، يعني كان ديجا سبق لنا أننا كنا غادي نقوموا به، يعني كنراسلوا الحمد لله احنا ما تنجيوش نديروا شي حاجة اللي هي خارجة على القانون. أول ما كتقوم كهيئات تنقوموا بالمراسلة للمسؤول على الشكاية ديالنا، تنقدموا له الملف ديالنا، المشاكل ديالنا، يعني في حالة ما جاوب كتعاود كتصيفط كتذكرو، في حالة إلا ما تجاوش معك كتعلن على وقفة احتجاجية. هذا القانون، هذا القانون كيخول لنا أننا ندافع عن الحقوق ديالنا في حالة ما إلا كان المسؤول في غياب تام عن المطالب ديالك. فالفصل 29 من الدستور الحمد لله 2011 اللي كيخول لنا أننا الاحتجاج، حق الاحتجاج، حق يعني الإضراب، حق الاعتصام، وذلك ناتج ده عاد يكون مع احترام قانون الحريات العامة. الحمد لله أي وقفة اللي كانت غادي تكون احتجاجية كانت غادي تكون سلمية، هي كانت غادي تكون على مستوى مدينة الرباط يعني محطة نضالية كبيرة صراحة. كيف؟ مع مرة كنا كنتظروا التجاوب ديال المهنيين معنا في هذه في هذه في هذه الفتره اللي كنعيشوها، لانه لقد طفح الكيل، وصل السيل الزوبا، قطاع سيارات الاجره وصل الى الحضيض. نحن كهيئات نقابيه وجمعويه كندافعوا على الحق ديالنا في اطار القانون، لا نخاف احد، نتكلم بما يضرنا. فاي مسؤول لدينا حقوق، المسؤولين لدينا حقوق وعلينا واجبات، يعني خصنا الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا حنا تنديروها. المهام ديال سيارات الأجرة كنقوموا بالواجب ديالنا، تنوصلوا الناس للوجهه المرغوب فيها، المراقبه الحمد لله رادين البال لبلادنا كسائقين مهنيين، لان سائق سياره الأجرة يعتبر شبه رجل امن، ولكن الحقوق ديالنا خاصنا نشوفوها قدامنا ما نضيعوش، لان ولا عندنا حنايا الصنف الاول ديال مدينه الرباط اصبح يصول ويجول دون حاسيب ولا رقيب. انا نعطيك مثال، بلاكه، كيف يعقل بلاكه منوع الوقوف والتوقف باب شاله؟ دابا سير دابا وصور، ما تنقولش شي حاجه من عندي انايا، سير دابا وصور. ورجال الامن محلفين راه ما كاينين تما، كور الصنف الاول ديال مدينه الرباط، بلاكه واقفه منع الوقوف التوقف، المنال، الجي 5، يعقوب المنصور، القامره، الوقاحه اللي وصلت هو من تماك لديور الجامع. كيف يعقل؟ واش من باب شال الكرون طاكسي ديال الجامع؟ هذا رامون كار كنعيشوه في الرباط، رامون كار اقسم بالله. وصورت انا راه عندي الوثائق، راه ملي كنراسل المسؤول كنصيفط لي ما يثبت، راه ملي حطينا الاخبار ديال الوقفه الاحتجاجيه راه صيفطنا التصاور ديال النقل السري وصيفطنا القرارات المؤقته. يعني المنصور الذهبي، عندهم من المنصور الذهبي الصنف الاول الى عين عوده، وتيدي الميني بارك، اليوسفيه، تقدم حي النهضه، اكدال، حي الرياض، يعقوب المنصور، خذ. اذا هنا هذا الصنف الاول، هذا الصنف الثاني، علاش جا بغى يحتج على هذه المشاكل؟ وهذا الشيء راه حنا راسلنا وكنحطوا ما يثبت، تنوضعوا النقط على الحروف وكنوضعوا القرارات. واش انت ملي عاطيه من المنصور الذهبي قرار مؤقت العين عوده هو كيشتغل باشتغال ديال الصنف الثاني؟ راه هذا راه منكر. هذا ناهيك على المدن المجاوره التي اصبحت تصول وتجول بدون حاسيب ولا رقيب. يعني الرباط العاصمه اللي كيتربى المثال، بغينا نشوفوا السيد الوالي
انه كما الاشتغال ديالو كيشتغل الحمد لله على الانجاز ديال مدينه الانوار ان حتى النقل ينظموا لينا. احنا راه كنا سابقا تفهمنا الوضع كان الخصص في النقل كان الحافلات ما كاينينش، اليوم كاين الحافلات الجدد كاين الترامواي تمديد الخطوط ديالو، فلا مجال للصنف الاول انه يحاكي الصنف الثاني داخل المجال الترابي لمدينه الرباط. انا ماشي ضد سائقي سياره الاجره الصنف الاول، غير كل واحد عنده واحد. انا مثلا انا شخصيا غدا غنخدم في الصنف الاول، عنده واحد عندي الربط بين المدن، نمشي الربط بين المدن، ما نربطش بين الدرب لازقه، ما نكونش مخالف. يعني فوضى سائدة على مستوى مدينة الرباط، النقل السري حدث ولا حرج، أجي هنا زنقتي يوغوسلافيا مع الثلاثة د العشية، الصنف الأول الطاكسيات الكبار اللي خاصهم يديو الناس للقرية ويديو لسميتو واقفين يجلسوا جلسات المتفرج على المواطن، والمواطن راه الصف كاين في العشية، جي شوف عاين الحالة كسلطة رابعة، وصلوا الصوت ديال 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 المواطنين وديال ديال ديال الناس هذا النقل، يعني البارتنير كتهز 10 ديال الناس. والصنف الاول الطاكسي الكبير الدور ديالو شنو؟ هنا كاين الدور ديال رجال الامن، واحد التوجيه كنوجهو لرجال الامن. انا هنايا ملي كيوقف الطاكسي الكبير عنده قرار مؤقت تماك خاصو يدي الرساله الجديده والقريه، كيخلي البارتنير حداه كتهز 10 الناس بالصنادق ديالو. حنا في زمن كوفيد، وحنا الصنف الثاني ملي كنديروا شي شكايه في هذا الموضوع كينقلب عكسا علينا، كيخرجوا كيبداو يسجلوا المخالفات الاخوان. سير الصنف الاول تفريق المحطات العشوائيه ما كاينش ليه هضر. اليوم كنطلبوا البحث الكشف على المحاباه ديال الصنف الاول، شكون اللي كيحابي الصنف الاول ومخليه يدير الفوضى في الرباط؟ المحطات العشوائيه حدث ولا حرج. هادشي راه كثر هادشي عندنا في الرباط، راه ماشي جينا حنا وبغينا نحتجوا قدام العمل هذا الرباط قدام المسؤول الاول السيد الوالي، لان راسلنا وعاود راسلنا وراسلنا. راه ما يمكنش حنا نبقاو مكتوفي الايدي، راه عندنا حقوق ديالنا وخصنا ندافعوا عليها. راه المسؤول ملي كتراسلو وتعاود تراسلو ما كيجاوبكش في القانون خصك تحتج عليه. هذا هو القانون. حنا شي حنا راه حنا دارسين الامور المستقبل ديالنا حاليا بالنسبه لهذه الوقفه. المهم راه تاجلات باش نكونوا صراحه، وكنشكروا الجهه الوصيه اللي ندات علينا يعني وتركنا هذه الوقفه الاحتجاجيه. حنا ما حنا لسنا بامس حاجه للاحتجاج والاحتقان، حنا كنتحاشوا هذا الشيء، ولكن في اطار الدفاع ملي كتراسل عاود تراسل ما تجاوبش. راه المهم بالنسبه لهذه الوقفه الاحتجاجيه انها تاجلات نظرا الحمد لله لتفهم الوضع كما سبق لي وقلت انه غيستصدر قرار عاملي ديال المدن المجاوره طبقا للقانون. يعني الفصل جوج من الظاهر الشريف الذي نعتز به كينظم نقطه انطلاق نقطه الوصول كل عاملات على حيده. هادشي اللي كنطالبوا السيد الوالي انه التدخل العاجل لانقاذ الوضع الكارثي الذي اصبح يعيشه قطاع سياره الاجره وسائقيها الصنف الثاني. حسن قبيل رئيس جمعيه السلام لسائق سياره الاجره بالرباط، وضمن هذه التنسيقيه ديال الموقع على البلاغ اللي كان ديال الوقفه اللي كانت تكون يوم اليوم. وفيما يخص التواجد ديالنا في هذه الساعه هذه لتبليغ باقي السائقين المهنيين على ان الوقفه تاجلت نظرا لاستجابه الجهه الوصيه مع ملف مطلبي ديالنا. حينما توصل السيد الوالي مشكورا بالاخبار ديال الوقفه، يعني كان يعني استجابه سريعه من طرفه باصدار او باعطاء اوامر للسيد الكاتب العام لحل كل المشاكل التي يتخبط بها السائق المهني. وبالفعل الكاتب العام اعطى التعليمات ديالو للسيد رئيس القسم على اساس انه يدير واحد الاجتماع مع الممثلين ديال القطاع، وكان هناك اجتماع يوم الثلاثاء مع ممثلين ديال القطاع جمعويين ونقابيين، والحمد لله تم اتفاق على انه في الايام القادمه لا تتعدى يوم الاثنين ان شاء الله على انه سيكون القرار العاملي موقعا من طرف السيد الكاتب العام. ففيما يخص هذا القرار هذا يعني تيعني انه لمحاربه النقل السيري بشتى انواعه، وكذلك لمحاربة سيارة أو سيارة الأجرة الصنف الأول للمدن المجاورة السلاوي والتماري الذي أصبح يصول ويجول في مدينة أنوار بدون حاسيب ولا رقيب. النقل السيري هو أنه كاين هناك النقل السيري التطبيقات الذكية الغير مرخصة الذي أصبحت يعني منتشرة على الصعيد مدينة أنوار يعني بشتى المدن. هذه من جهه، كذلك النقل السيري التقليدي لانه اصبح من هب وداب انه عنده سياره عاديه يصبح انه يختفي فيها البلايص، ويعني وما كاينش يعني اش نقول لك يعني واحد السيبه كاينه يعني فيما يخص هذا النقل هذا. هذه من جهه استاذ.
وكيف يعقل ان سياره الاجره تخضع لضوابط امنيه يعني المراقبه المستمره اليوميه، كذلك ضرائب يعني خاضع للمراقبه بشكل يومي، وهناك ضرائب يعني تخلصها السائق المهني، وهناك ضرائب كذلك تخلصها يعني فيما يخص التامين، التامين اصبح يعني واحد مبلغ خيالي، فاذا به اصبح يعني لا يتوفر حاليا السائق المهني على مصداق اليوم ديالو نظرا لعده ظروف خارجيه. اذا من هذا المنبر تنبغي نشكر جميع السائقين المهنيين اللي يتفهموا الوضع، وكذلك اللي ونبغي نشكر كذلك الجهه الوصيه في تخصيص الوالي للاستجابه السريعه للملف المطلبي ديال الاخوه، والحمد لله الامور غدا 10 على 10. اذا الملف الاول ديال اصدار القرار العاملي ان شاء الله يوم الاثنين، وفيما الايام القادمه ان شاء الله كاين هناك ملفات اخرى فيما يخص الدعم الغزوال المهني، فيما يخص الضمان الاجتماعي، وهذا ما في الامر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.